تحس الدنيا ما تسوى، ما تسوى، وأن هذه الحياة أصلاً كلها الحياة المعاصرة، الفرق بيني وبين غير المسلم أو الإنسان المتلوث بالنموذج الغربي حياة شاسعة جداً. حياة الغرب أو الغربي، حياة الغربي مثل قبره مزخرفة لكنها ضيقة موحشة من الداخل. هو حياته كذا، أشياء حلوة ومتع وفلة، لكنه ضيق صدره، ضيق صدره مرة مرة. طيب حياة المؤمن لا، مختلفة تماما. وإن ضاقت، وإن ضاقت فإنه مهما ضاقت يجد في سجادته الساعة، يلقى كل شيء ويرتاح، وفي يوم آخر وفي جزاء وفي قدر وفي حكمة وفي خيرة وفي بركة وفي مفاهيم كثيرة هي تحتضنه ولا يحتضن. الله سبحانه وتعالى لما يعطينا وجع أو ألم أو فقد، أقسم بالله أكاد أجزم وأنا متأكدة أن وراها رسائل. وين الرسالة؟ وين الرسالة اللي متروكة لي خلف الألم اللي جاني؟ هل الله سبحانه وتعالى يألمنا عشان يعذبنا أو يخلينا نفقد عشان نتألم؟ لا حشا. الله سبحانه وتعالى لما يحطني في ألم أو في وجع أو في مأزق أو في مشهد معين صعب علي، الله يعلمني شيء، ينقل لي رسالة معينة. خلقنا الإنسان في كبد، خلقنا في كبد عشان نتعذب؟ لا 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 لا، خلقنا نتعلم، وكل يوم يجينا حدث وكل يوم يجينا وجع وكل يوم يصيبنا مصيبة معينة من مصائب الدنيا عشان نتعلم من وراها. البني آدم عنده فرصة يغير في نفسه إلى آخر لحظة في حياته. ما في شيء اسمه كبير ما يتعدل. أنا كبرت ما أقدر أغير، أنا هذه أنا تعودت، تعودت، أنا كبرت ما عاد أقدر أغير. هذه أكبر مصيبة من المصائب. أنت إنسان، الله خلقك مرن، هديناه النجدين، في كل شيء تقدر تغير. الله سبحانه وتعالى يعطينا 5 مرات إدارة لعقلي في اليوم. متى؟ في الصلوات. صلاة تدريب يومي، كيف أنا أدير هذا العقل؟ ما يديرني هو، أنا اللي أديره، أنا اللي أعطيه توجيهات. إحنا للأسف نخليه هو اللي يديرنا. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان، لما قال، يعني هذه أحد المقولات المذكورة، أنه قال للعقل أدبر فأدبر، قال أقبل فأقبل. فالعقل لازم أنت تديره، مو هو اللي يديرك. هذا أول بداية أي شيء. أحد يقول لي القلب بداية أي شيء، حتى مشاعرك وحبك هذا ترى بدأ بفكرة. لما يجيك شخص ويتعامل معك ويثقل على كتفك، على كتفك أنه أنت ممتاز وأنت كويس وأنت أحسن واحد، تثقل عليك صح؟ تثقل، هذا شايف مرة بزيادة. يعني حتى ولدك لما يشوفك هيرو تشيل هم، صح ولا لا؟ صح. هذا هو. فحنا نقول أوقات خلينا نشاركهم ونقول لهم والله وش نقاط، وش اللي ما تحبه فيني وش اللي تحبه فيني، نناقشهم بهالزوايا. حلو إنه يشوف أبوه هيرو، لكن يثقل عليك هذا الشيء. مو هو بزين إني أنا أتعامل مع أي شخص بملائكية. ما في حد ملاك، لا منزه في هذه الأرض، هذه البسيطة، كلهم في سلبيات وإيجابيات. خليك واضح مع نفسك، خليك صديق لذاتك. أهم هدف عندك في الحياة شيئين اثنين: أخلق بصمة في الحياة لنفسك، واختر مكانك في الآخرة. هذا هو اللي مطلوب منك في كل رحلة حياتك. لنفسك عليك حق، انتبه، لا تخطي في حق ذاتك. هل في يوم من الأيام جربتوا شعور التسليم؟ مو الاستسلام، لا، التسليم، بأني أنا أسلم الأمور لصاحب الشان الله سبحانه وتعالى، بأني أنا أسلم حزني، ابتلائي، مصيبتي، مشكلتي، فرحي، سعادتي، كلها أسلمها لله سبحانه وتعالى. شعور التسليم عجيب، بأنك أنت تكون واقف بوسط أعصار الحياة، إلا أنك أنت شامخ واقف، صعب أنك أنت تطيع، أنك واثق بالله سبحانه وتعالى ومطمن. شعور التسليم أنك أنت تدخل معارك هذه الحياة، ربما ممكن نعم تخسر جولة جولتين ثلاث، لكن ما تخسر المعركة. ليش؟ لأنك أنت سلمت الأمر لله سبحانه وتعالى، صاحب الشأن الله سبحانه وتعالى. دامك أنت تعيش شعور التسليم مع الله سبحانه وتعالى، فتأكد دائما بأنك أنت راح تكون منتصر، ومرادها بإذن الرحمن راح تزيد. ما في أي سبب مقنع بأنك أنت تيأس من الحياة. إن كان حزن فكن من الصابرين، فإن الله مع الصابرين. وإن كان فراق أو فقد فكلنا راحلون، وإنا إلى ربنا راجعون. دع المقادير تجري في أعنتها. ستلاحظون أحيانا بعض الناس تقولون فلان قوي شخصية، وفلان شخصيته قوية، وفلان ما عنده فحد، وفلان اللي على قلبه على لسانه،
مهارة توكيد الذات باختصار هي أن تقول وتفعل ما تشعر به، أن تقول وتفعل ما تشعر به، لا تجامل، لا تداهن، لا تنافق، لا تكذب. من أحب الناس؟ عائشة. مباشرة أن تقول ما تشعر به وتفعل ما تشعر به. أحيانا يستلف منك صديقك ثم يجلس أسبوع وأسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين وتحتاج أنت، ثم لا تستطيع أن تقول له أبغى فلوسي. عندما لا تخرج ما تشعر به فلديك ضعف في توكيد الذات، فتسكت ثم تسكت ثم تسكت حتى يتحول ذلك السكوت وذلك الشعور إلى حقد تجاه زميلك، فتخسر خسارتان: خسارة الصحبة وخسارة مالك. والسبب بسيط جدا، أنك لم تعبر عما تشعر به. ما انتشرت ثقافة النميمة والغيبة في بعض اللقاءات والمجتمعات وربما الوظائف إلا بسبب أن الإنسان في خاطر الشيء على مديره أو على زميله أو على عمه أو على أخوه الكبير، لكنه لا يستطيع أن يقوله، عند ضعف في توكيد الذات، فيتوجه بدل أن يواجهه إلى التمتمة والأحاديث الجانبية والنميمة والغيبة. يتجاوزك في الطابور ثم لا تتكلم، لديك مشكلة في توكيد الذات. يخطئ عليك وتسكت، لديك مشكلة في توكيد الذات. يسخر منك فتضحك، لديك مشكلة في توكيد الذات. تدخل إلى الحلاق ثم إذا انتهى من الحلاقة أعطاك سعرا مبالغا فيه فتسكت وتعطيه، ثم تخرج وتسبه بينك وبين نفسك أو عند الآخرين وهو لم يلقى منك الابتسامة. أنت هنا لديك مشكلة في توكيد الذات، لأنك لم تقل ولم تفعل ما تشعر به. تذهب المرأة إلى صالون التجميل وتبدأ بصبغ وجهها وتغيير شعرها، ثم يأخذون منها مبلغ كبير جدا، فإذا نظرت إلى المرآة لم يعجبها شكلها، ولكنها من بداعي البرستيج تسكت وتخرج إلى بيتها ودموعها تسبقها، ثم تذهب في بيتها إلى المغسلة وتغسل ذلك المكياج وتختلط قطرات الماء مع الدموع. هنا تصرخ وترعد وتزبد وتهدد، وهناك كانت أمام العاملة تضحك وتبتسم. إذا أنت تشعرين بهذا الشيء أختي الكريمة، لديك مشكلة في توكيد الذات. نحن سنتحدث عن مثل هذا الطرح، كيف يكون لدينا قدرة على أننا نواجه الآخرين دون صدام ولا عدوان ولا تجني ولا ظلم، وإنما بطريقة لبقة مؤدبة. يبقى السؤال: لماذا لا يؤكد الناس ذواتهم؟ لماذا الناس لديها ضعف في توكيد الذات؟ توكيد الذات أقصد به، أرجع وأقول، أنك ما تقدر تقول اللي في خاطرك. السؤال: ليش ما تقدر تقول اللي في خاطرك؟ أولا نأخذها إحنا من أسبابها القديمة: ثقافة احترام الكبير، ثقافة عربية أصيلة وإسلامية، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ممتاز، لكن ما حدود هذا الاحترام؟ هل حدود هذا الاحترام أنني لا أستطيع أن أقول رأيي أمامه؟ حدود هذا الاحترام أنني لا أستطيع أن أقول لا، أن أناقشه، أن أبدي وجهة نظري، أن أعبر عن مشاعري بحضوره؟ عندما نضخم ونعملق الكبير أو الغريب أو المدير أو العالم أو أي إنسان، عندما نعملق الأشخاص فنحن نقزم أنفسنا. أعطيكم بس مثال بسيط جدا، أسألكم سؤال، ترى إحنا في دورة تدريبية سموها أمسية تدريبية، فالدورة يدور الحديث فيها، الملقي يصبح متلقي والمتلقي يصبح ملقي. هذا الآن الريموت برزنتر، هذا كبير ولا صغير؟ هذا صغير. طيب مقارنة بحبة فستق، كبير ولا صغير؟ يعتبر كبير. طيب مقارنة بالبنر، كبير ولا صغير؟ صغير. طيب حقيقته كبير ولا صغير؟
صغير طيب جنب إذا جبنا نملة جنبه يطلع كبير، طيب ما حقيقته كبير ولا صغير؟ أحسنت، حقيقته تظهر من خلال أقارنه بماذا؟ فإن قارنت بما هو أصغر منه طلع كبير، وإن قارنت بما هو أكبر منه فهو صغير. أنا وأنت نفس الفكرة، عندما تقارن نفسك بكبير أنت تصغر، وعندما تقارن نفسك مع صغير فأنت تكبر. لذلك كلما عملقت الناس هبتهم ولم تستطع أن تكون قادرا على مواجهتهم. لذلك أستطيع أنا أن أخرج كل مشاعري على أطفالي وأقول لي في خاطري، ربما على الخدم الذين يعملون عندي لن يشعر أن أنا كبيرهم مصغار، فأقول اللي أبغى. فعندما أذهب إلى من هو أعلى مني تتقازم نفسي. فاحترام الكبير ممتاز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلها، ومنازل الناس على قدر خلقهم، هم مخلوقات ما في يدهم نفع ولا ضر حتى لأنفسهم، وبالتالي يعطيه قدره من الاحترام، ولكن لا يمنع هذا الاحترام ويجعلني أحتقر ذاتي وأسكت عن حقوقي ولا أطالب بواجباتي. إذن لماذا لا يؤكد الناس ذواتهم ويقولون لي في خاطرهم؟ المشكلة الأولى أن ثقافة احترام الكبير. اثنين، ثقافة الصمت. ثقافة الصمت، احنا نسوق للصمت ونقول الصمت كويس، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا كلام غير صحيح. طيب أنت على كيفك تقول غير صحيح؟ لا، مو على كيفي أنا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إيش الخيار الأول؟ فليقل، فليقل يعني الخيار الأول أن واحد يتكلم، إذا ما يقدر يقول شيء زين يروح للخيار الثاني، يروح للخيار الثاني. بس مشكلتنا أن إحنا في مدارسنا وفي أماكن كثيرة نسوق للخيار الخيار الثاني. انظر إلى المدارس، من يأخذ شهادة الطالب المثالي؟ هو ذلك الذي لا يتكلم ولا يتحرك ولا يناقش ولا يحارش ولا يعترض. أما الإنسان اللي يبدي وجهة نظره ويتكلم ويناقش ويقول يا أستاذ غلط وهذا ما يصير، أحيانا نسميه ذلك، أو هذا الإنسان نسميه المزعج، ونقصيه ونبعده ونبغينا نروح الرحلة ما نختاره لأنه بيوجع رؤوسنا وبيغثنا. لا، لأنه يؤكد ذاته، والناس لا تحب الذي يؤكد ذاته.